نقف مع قول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. معنى ذلك أن الله عز وجل سوف يجعل الأرض تحدث بكل ما عملت فيها من خير أو شر. والله إنها آية تفزع لها قلوب المؤمنين. المستشعر لتلك الآية يعلم أنها آية عظيمة جدا، لذلك إذا عصيت الله في مكان حاول أن تعبد الله في ذلك. أحد كبار السن كنت أشوفه يصلي كل مرة صلنا في مكان، فلما سألته ليش تسوي كذا قال لي حتى يشهد لي كل مكان، وكان يحاول يصلي في مساجد ثانية. أثلج الله صدوركم على التفاعل، وصلتني رسائل جميلة على موضوع تقوى الله. أسأل الله يجعلني إياكم من المتقين وأبشروا بكل خير. والله إني كنت بنزلها بساعة سنابل أسمع فيه. وصلني سؤال أكثر من رائع، قال لي إذا عصيت الله في أماكن عام مثل السوق مثلا كيف أسوي؟ روح لنفس المكان واذكر الله في ذكر الله من أجل العبادات.